أقول فضيلة الشيخ، كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة، مع العلم بأنني أقلعت من مطار دمشق، فهل الإحرام جائز أو علي كفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. المسافر على الطائرة إلى مكة يريد العمرة يجب عليه أن يحرم عند أول ميقات يحاريه من فوق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال انظروا إلى حذوها، يعني قرن المنازل من طريقكم. فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل، وعلى هذا فمن حاذ الميقات من فوق طائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، فإن فعل فإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الفدية شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن فعل ذلك جاهلا كما يفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله، ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. وعلى هذا فنقول للسائل يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء. بارك الله فيكم. المستمع أيضا يقول هذا، هذا إذا كان قادرا على ذلك، قدرة مالية. أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء، لا إطعام ولا صيام، وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، فإن لم يجد فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. بارك الله فيكم.